المغادرة رئيس فرقة الموسيقى للمسرح والتمثيلية. أنا كنتواجدوا بمناسبة يوم الوطني للمجتمع المدني، وهو اللي كيتنظم بين عمل إقليم سيدي قاسم بالتنسيق مع المؤسسة الجهوية والكادرية الاجتماعية بنيطرة، تحت شعار المجتمع المدني فاعل أساسي في مسلسل التنمية الديمقراطية. هذا الشعار لا يطبعه إقليمنا هذا بتاتا، لأن من المجتمع المدني أنه إذا كان فاعل أساسي في مسلسل التنمية الديمقراطية فهو صح فاعل، ولكن مقصي ديمقراطيا بسبب الإقليم ديال سيدي قاسم. أولا أنا أتأسف كثيرا بزاف لعدد كبير من الشريحة الساكنة في سيدي قاسم، هي شريحة مفترية فيها عدد كبير ديال المثقفين، ولكن عيد عليهم المجتمع المدني أنهم لا ينخرطون في المجتمع المدني، لا ينخرطون في الجمعيات. علاش؟ لكون هذه الجمعيات براسها يعني بإطارها كبير كامل أنه مهمش، يعني مهمش كما قال الأخ ربيع في المداخلة ديالو، أنه الجهة المانحة للدعم أن هذه هي الشوكة في الحلق ديال الجمعيات، أن هذا الدعم كيغيب وكيغيب بزاف في الإقليم ديالنا، فبلا بيه واللي هو كوسيلة كآلية لتفعيل العمل الجمعوي كيغيب. وكنت أسف بزاف، علاش؟ لأن هذا الحضور كان كثير بزاف، وغياب السلطات المعنية، غياب الناس صحاب القرار باش يحضروا ويسمعوا، لأنهم عندهم هروب، كنسميه هروب جبان لهاد الناس اللي هما صحاب القرار، إلا بعد الحضور ديال الناس المسؤولين ديال المبادرة. هاد الناس ديال المبادرة اللي هما كانوا حاضرين هنا وجاو ظل آخر، ولكن حاضرين وعارفين راسهم شنو دايرين في حق الجمعية، وأنا كنسجل هاد الملاحظة عليهم، لأنهم قاصين جميع الجمعيات في الدعم، سيرتو الجمعيات. نذكر على سبيل المثال الجمعية ديال بنفوطة اللي تقصر في مشروع كانت بغات ديرو للشباب، هي اقتناء معدات صوتية، اقتناء معدات تصويرية، اقتناء بزاف حوايج اللي كيهم الجمعية، لأن عندها أكبر شريحة كبيرة اللي منخرطة تحت اللواء ديالها، واللي كنلقاو راسنا عاجزين على أنهم نقدموا الكثير، رغم حنا كنضحيو بالغالي والنفيس لهاد الشباب، وكنتمنى يجي الفرج إن شاء الله. شكرا سي عزيز مغادرة.